نتشرف بزيارة الملك عبد الله، وبحكم العلاقات القديمة بين الأردن وعمان، الأردن نحسبها من الأهل يعني وفخرنا. دولة الأردن دولة ثانية لنا، لأن كنت أنا خريج من الأردن. شعبهم كلهم على رأسنا وعلى عيوننا. عمان تتشرف بكم، الله يبقيه ويطول عمره. وكان محاضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في مقدمة المستقبلين والمرحبين بأخيه جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية. صاحبي الجلالة حفظهم الله لأجل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وبما يعكس العلاقة التاريخية المتجذرة بين البلدين.